مرحبا بكم أصدقائي الرائعون. قبل أن نبدأ ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات من أجل الفوز بحق تنظيم كأس إفريقيا للأمم. التوفر على مجموعة من الملاعب فقط لا يكفي، بل يجب الاستجابة لجملة من القواعد والمعايير التي وضعتها الكاف منذ عام 2018، والتي لا تختلف كثيراً عن المعايير التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على الدول الراغبة في احتضان التظاهرات الدولية، إذ قامت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالتشديد على شروط الترشح لاستضافة كأس إفريقيا للأمم، وحدد الكاف دفتر التحملات الخاص بالترشح لتنظيم كأس إفريقيا للأمم، والذي يتعين على البلدان الراغبة في الفوز بشرف احتضان المونديال الإفريقي الالتزام بدفتر التحملات، إذ يجب أن يتوفر البلد المنظم على 6 ملاعب على الأقل في حالة التنظيم المنفرد، و8 ملاعب على الأقل في حالة التنظيم المشترك وفق الشروط التالية: ملعبان على الأقل بسعة 15,000 مقعد، ملعبان على الأقل بسعة 20,000 مقعد، ملعبان على الأقل بسعة 40,000 مقعد. يجب أن يشتمل كل ملعب على 4 غرف لحفظ الملابس مزودة بحمامات ومراحيض، وغرفة خاصة بالحكام وأخرى بتحاليل للمنشطات وغرفة الفار. ويجب أن يوضع تحت تصرف كل مجموعة التي تتكون من 4 منتخبات ملعبين للتدريبات من العشب الطبيعي وملعب احتياطي، مزودون بغرفتين لحفظ الملابس و5 حمامات و5 مراحيض و5 أحواض لكل منها، وتوفير سيارة إسعاف لكل منتخب، كما يجب توفير مساحات تدريبية خاصة بالحكام. ويجب أن يكون الإمداد الكهربائي في كل الملاعب كافيا ومستمرا مع توفر 3 مصادر للطاقة: مصدر الطاقة العادي بموصلين ومولد بديل قادر على توفير نفس القدرة الكهربائية لمصدر الطاقة العادي، زائد مولد مخصص فقط للوحات ليد. أما بالنسبة للفنادق، فيجب التوفر على فنادق من فئة 4 و5 نجوم لكل منتخب، زائد فندق من فئة 5 نجوم في كل مدينة معنية بالتنظيم خاص بالحكام والرسميين وضيوف الشرف، وتغطية كل تكاليف الإقامة للحكام طوال مدة إقامتهم بما في ذلك توفير وسائل النقل وغسل الملابس طيلة مدة إقامتهم، ووضع جميع الهياكل اللازمة تحت تصرفهم مثل غرف الاجتماعات وغرف التدليك وما إلى ذلك، وكذلك التكاليف المتعلقة بإقامة كل المنتخبات، وتبدأ ب3 ليال قبل المباراة الافتتاحية وتنتهي 2 ليلة بعد آخر مباراة لكل منتخب، وتوفير لهم قاعة اجتماعات ووسائل نقل اللاعبين والوفد المرافق وغسل الملابس الخاصة بالتدريبات والمباريات، وتوفير طائرة خاصة بالرسميين وأعضاء اللجنة التنفيذية للكاف لحضور كل المباريات في مختلف المدن المعنية. وقبل 6 أشهر من المباراة الافتتاحية يجب أن تكون الخطة الأمنية لجميع المطارات والمحطات جاهزة من طرف أجهزة الدولة المختصة. هذه الشروط كلها تتوفر بالمملكة المغربية، بل وأكثر من ذلك. أصدقائي، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات.